سرير المرض في المستشفى تعاني من ألمين، ألم جرح غائر في إحدى قدميها نتيجة رصاصة قناص حوثي، وألم بعدها عن أطفالها التسعة التي غابت عن رعايتهم إجباريا. حنان سعيد الشارحي من منطقة شبيبة مديرية مقبنة في الريف الغربي لتعز، أم لتسعة أطفال، استهدفها قناص حوثي في محيط منزلها عندما كانت تنادي أولادها بالنزوح من القرية خشية استهدافهم من قبل الحوثيين، لكن الاستهداف كان من نصيبها ليعيقها عن الحركة. شقزع العيال من الشارع لا يصل لهم رصاص قناصات كل قضايف، وأنا رحت شقزع العيال واستقيم شارحون يطلعوا وهي قنصتني من هوب العقاب من عند الحوثيين. حصدت آلة حرب الانقلابيين منذ بداية انقلابها وحتى اليوم بحسب تقرير لوزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 700 امرأة وإصابة أكثر من 4000 أخريات، ناهيك عن الانتهاكات النفسية. هؤلاء يستهدفون النساء بالقنص المباشر، كم من امرأة رأينا مقتلها بطريقة بشعة، يعني تكون بين أطفالها أو تقنص. كثير من الجريحات رأيت عددا من جريحات الشقب استهدفنا من تبة الصالحين، إحداهن كان بحضنها طفليها وهي تطعمهم طعام الإفطار فتقنص طلقتين في الرجل، غيرها كثير. أمل عبد الرزاق إلى الآن تعاني من شلل، بالأمس طفلة صغيرة صفاء صادق تستهدف بالقنص وتصاب بشلل كامل، هذه طفلة صغيرة ما ذنبها؟ ما ذنب النساء؟ حنان هي نموذج من مئات النساء اللاتي قتلن أو أصبن بنيران أسلحة ميليشيا المخلوع الصالح والحوثيين، سواء في المدينة أو الريف وفي تعز أو غيرها من المدن والمحافظات. قصص وحكايات ستظل شاهدة على فظاعة إجرام الميليشيات بحق المدنيين ومن بينهم النساء. هذا ما ظهر إلى العلن، وما خفي سيكون أعظم. محمد الحذيفي لبرنامج المشهد اليمني من مدينة تعز.